السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا تحديث جديد ومهم لموقع اي ماركتينج، عفوا اي كيو عربيان، الموقع الرسمي الخاص، اول موقع عربي للاستثمار الذي استثمرنا فيه وسجلنا فيه. هناك تحديث بسيط جدا، وهو عبارة عن نقل الموقع من دوت نت الذي عفوا من دوت كوم. هنا هنا كما تلاحظون كان iqarabian.com، تم نقل الموقع إلى iqarabian.net. قم فقط بتسجيل نفس الدخول باسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور نفس الإيميل ونفس كلمة المرور، ادخل من جديد في الموقع الجديد وسيتم نقله من قبل إدارة الموقع. هذا ما جاء على لسانهم في التليجرام. السادة المستثمرين الأعزاء، تم رفع نسخة iqarabian بشكل رسمي، نرجو من حضوركم التسجيل في من جديد في الموقع اللي هو دوت نت بدلا من دوت كوم. كل ما عليك هو الانتقال الى هذا الموقع، سأترككم اسفل الفيديو رابط. تقوم بالدخول على سيجن اب من هنا، ثم هنا الفيرست نيم واللاست نيم الخاص بك ورقم الجوال الخاص بك، وهنا الدولة، وهنا اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تأكيد كلمة المرور، ثم الضغط على الكابتشا، ثم الدخول الى الموقع بنفس طريقة التسجيل. هذا هو التحديث الذي الجديد الخاص بهذا الموقع، هو انتقال الموقع من دوت كوم إلى دوت نت بنفس البيانات. قم بتسجيل الدخول وستقوم إدارة الموقع بنقل استثماراتك خلال يومين. هذه هي واجهة البرنامج من الداخل. هذه الواجهة من الداخل نفس الطريقة، وهنا سيتم نقل الرصيد الخاص بك خلال يومين، ونفس الطريقة للاستثمار. إدارة الاستثمار، استثمر في هذا الموقع وليس الموقع السابق هذا، خلاص هذا قم بسحب مالك منه، أو سيقوم الموقع تلقائيا بنقل المبالغ الخاص بك إلى هذا الموقع. إذا أردت الإيداع تقوم من هنا بالضغط على ديبوزيت، ثم اختيار طريقة الدفع الخاصة بك أو الباقة التي تريد. هنا البلوكيشن، هنا البرفكت ماني، هنا الباير، هنا اللايت كوين، هنا الفودافون كاش، وهنا الويب موني. ثم تقوم بالإيداع بنفس الطريقة السابقة. هنا هدية 1% إذا ودعت عبر وهنا 0.5. هذا ما كان هو التحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.